عرفت نفسي وانا اشتغل في عمر الصيد، يعني ما يقارب عمري 14 سنة. انا اعول 8 نفر في البيت. بالنسبة للدخل هو دخل يومي، تمام، على ما حول الله، احيانا فوق احيانا تحت احيانا ما في شيء. لو قدر الله واستوى شيء من خزان سافر وتسرب البترول، تمام، واثر على الشعب المرجانية، ها، نحن طبعا ما لناش اي شغلانة ثانية، يعني والصياد ما يشتغل شيء مكان، يشتغل البحر بس. احنا حياتنا بسيطة جدا. اللي نتمناه يعني النقطة الأهم والأهم الإسراع في تصليح خزان صافر قبل أن تنتهي الشعوب المرجانية.